هذا هو مستوى الخدمات البلدية الحكومية في معظم مناطق محافظة بابل بعد إعلان عمال النظافة إضراباً عاماً احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم التي تعد قليلة أصلاً قياساً بمتطلبات المعيشة الباهظة. إضراب عمالي مطالب بالحقوق نتج عنه تكدس النفايات وانتشار الكلاب السائبة والروائح الكريهة، عوامل سببت غضباً بين الأهالي الذين حملوا الجهات الحكومية مسؤولية ما يجري. ما كرة فعل من الحكومة يطلع قرار صائب يقبلوهم يقولون يا بي احنا درجنا اسماكم بالموازنة راح تثبتون لأنكم الحق يقدمون جهود، يعني هذا جهود ما عاد يشتغل، يشتغل زبال ما عاد يشتغل. انتشار النفايات بشكل غير مسبوق أضر بمصالح أصحاب المحلات التجارية أيضا. شو ما أثرت هسه من يجي يطب محلاتنا وباب محلاتنا يجي زبالة حش السامع من يطبنا. خطر استمرار تكدس النفايات بات يهدد الجميع لا سيما الأطفال، وسط مطالبات للمحافظ الحالي ومديرية البلدية بالقيام بواجبهم. كلش تعبنا النفايات فد مرة قبال بيوتنا، يعني تعبنا حال تعبنا من الوضعية، بلد سيارات بلدية ما تطب للمنطقة، يعني كلش تعبنا، يعني نريد يعني سيد المحافظ انه يقوم بالمنطقة مال المحازم، كلش تعبانة لا بيها تبليط لا بيها شيء، كل شيء ما بيها. جملة من المشاكل هي ما تسببت بإضراب عمال النظافة ومن ثم انتشار النفايات في معظم مناطق بابل يقول مسؤولون. حقيقة النقص بالآليات التخصصية ونقص الوقود وكذلك نقص عمال التنظيف يلقي بظلاله على تردي الخدمات البلدية، حقيقة قلة الأموال أيضا اللي تخصص لموضوع البلديات على اعتبار أنهم قطاع واسع يحتاج إلى أموال كبيرة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي بالمحافظة. ويظل الإهمال والتقصير الحكوميين تجاه شريحة عمال النظافة والسكان على حد سواء السبب الأبرز لمعظم مشاكل سوء الخدمات ونقصها في بابل.